لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يلدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تلد لسنة الله تبديلا. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. قال ابن كثير رحمه الله: قال مجاهد في قوله وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها هي جميع المغانم إلى اليوم، فعجل لكم هذه يعني فتح خيبر. روى عفير بن عباس: فعجل لكم هذه يعني صلح الحديبية. وكف أيدي الناس عنكم أي لم ينلكم سوء مما كان أعداؤكم أضمروه لكم من المحاربة والقتال. وكذلك كف أيدي الناس الذين خلفتموهم وراء ظهوركم عن عيالكم وحريمكم ولتكون آية للمؤمنين يعتبرون بذلك، فإن الله حافظهم وناصرهم على سائر الأعداء مع قلة عددهم. وليعلموا بصنيع الله هذا بهم أنه العليم بعواقب الأمور، أن الخيارة فيما يختاره لعباده المؤمنين وإن كرهوه في الظاهر، كما قال: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ويهديكم صراطا مستقيما أي بسبب انقيادكم لأمره واتباعكم طاعته وموافقتكم رسوله. وقوله تعالى: وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. وكان الله على كل شيء قديرا أي وغنيمة أخرى وفتحا آخر معينا لم تكونوا تقدرون عليها. قد يسرها الله عليكم وأحاط بها لكم، فإنه تعالى يرزق عباده المتقين له من حيث لا يحتسبون. وقد اختلف المفسرون في هذه الغنيمة ما المراد بها، فقال الوفي عن ابن عباس: هي خيبر. وهذا على قوله في قوله تعالى: فعجل لكم هذه إنها صلح الحديبية. وقاله الضحاك وابن إسحاق وعبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم. وقال قتادة: يا مكة. اختاره ابن جرير. هذا فيه نظر، لأن مكة لم يغنم منها شيء. وقال ابن أبي ليلى والحسن البصري: هي فارس والروم. وقال مجاهد: هي كل فتح وغنيمة إلى يوم القيامة. هذا بناء على قوله في أن الله عجل لكم هذه يعني خيبر،
أخرى لم تقدروا عليها هي ما كل ما يأتي. وقال أبو أحسن أخوان قول ابن عباس رضي الله عنه أن المقصود صلح الحديبية بقوله فعجل لكم هذه لما ذكر وكف أيدي الناس عنكم، لأن هذه السورة نزلت بعد انصراف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية، وأخرى لم تقدروا عليها هي خيبر وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها هي كل المغانم. عن ابن عباس قال أبو داود الطيرسي عن ابن عباس وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، قال هذه الفتوح التي تفتح إلى اليوم. هذا تفسير آخر لقول ابن عباس. وقوله ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا، يقول تعالى مبشرا لعباده المؤمنين بأنه لو ناجزهم المشركون لنصر الله رسوله صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين عليهم ولانهزم جيش الكفار فارا مدبرا لا يجدون وليا ولا نصيرا، لأنهم محاربون لله ورسوله ولحزبه المؤمنين، سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تلد لسنة الله تبديلا، أي هذه سنة الله وعادته في خلقه ما تقابل الكفر والإيمان في موطن فيصل إلا نصر الله الإيمان على الكفر فرفع الحق ووضع الباطل، كما فعل تعالى يوم بدر بأوليائه المؤمنين نصرهم على أعدائه من المشركين مع قلة عدد المسلمين وعددهم وكثرة المشركين وعددهم. قل قول هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.